امشي طلع الصوت رح. فكذا ما قلنا الدقه اذا ما كانت بالشكل المطلوب عادي، بس الوضع مثالي فنستمر صح. طيب هني يسار يمين بالجنب، انت سويت يمين يسار وانت مواجهها ولا سو يسار يمين وانت ممتاز هني جنبها يوم تكافئ كافئها، المسها لمس فيه، مصفاقها المس حركها. طبعا زي ما قلنا هذه ميزة، لاحظ وش فادك ان اعطاك غرض العصات، ان اخف من العصات نفس الوقت مو معقدها. استعمال العصات لو كانت مضروبه بالعصات قبل ما له معنى انك تقدر ضربت، فانت تسوي شيء اخف من العصات نفس الوقت ما قد انضربت فيه عشان ما تعقدت فيه. الان نروح الجانب الايسر، لمس رجول في الشيء زين بس اهم شيء يكون طويل عشان ما تسقلك. بس طبعا هنا لمسناها بالحبل قبل احنا ولا وضعها ما عليه، بس لو كانت تحس انها ممكن تضربك وتسقلك تسوي سوي نفس الحركه بس بوضع اطول. ممتاز، كيف يدك اليسار ثابته احسن من تو. راح يمين، لو انك مسوي الحركه دي اول يوم كان ايش صار؟ كان مستشفى. طبعا شرحنا النقطه هذه قبل شوي، هذا الجانب الوحشي لو فرضا ما تقبلت نفس الدرجه بالضبط عادي، بس ما توقع واضحه معي زين، تعطيني نفس النتيجه بس الدرجه اقل حقها، بتكرر نفس النقطة بالقعد على جنب لو جيت عسف. ممتاز. طيب المقود بشكل سريع عشان يوضح المقطع، ما صورناه قبل شيء. المقود المقود فك العصات، المقود حركة في الهواء، تحريك قوي سمعني الصوت. ممتاز، اضرب الأرض. ممتاز، حط على ظهرها، لمس ارمي رمي على ظهرها ورقبتها الجهة الأخرى. زي ما قلنا إذا غثك ثقل مش بعيد عنها. لاحظ خليك تجرب شيء معين، فك يدك اليمين، يدك اليمين فكها وخوف ما راح تتحرك فرص. انا مرتخي شوف. ها طب روح القاروره، روح للقاروره وكرر الحركه قبل شوي بس انا مرتخي. انا اول يوم كان الحاجه الاخرى. طيب ايش بعد صور مشغول تمام الشيء اللي تبعبيه حصى. عطني 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 كمل بالعصات، وهذا بعد عبي لك اياها حصى لان وضعها زين اللي بغيت انتقل على طول مرحله الحصى. شوف هنا هنا فيها حصان. لاحظ بيك العصا الحصى عندك هناك تاخذها بيك ما عليك ما عليك بعيد. لا لا وانت ماسك الحصى لاحظ هم تتغير عليك الفرش طبيعي هذا شيء عشوائي. خاف تخوف زايد من حقه الوضع زي ما عليه تخوف الان لاحظ عكس يقول شيء يقولك فوق لا ما تروح فوق تروح تحت من المتوقع ان الفرس تنتفع فوق لما ترده وانت تحت فبتخوف تخويف قوي بس يدك اليمين ركز معي تحت ويدك اليسار رده. طبعا المتوقع هو ان الاختبار واحد الدقه مختلفه طبيعي الشخص دقة أحسن منك بياخذها يخوفها يخرجها وتوقف وضعك لو انطلقت ثم الدقة خرب خلنا كل شغلنا قبل فما تدرج مرة بس وقت لابد من اختبار ثلاث بالك في التخويف بس وقت وضعي أنا لابد أبعد انطلقوا تمسك ها تمسكهم وش امسك انطلقوا 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 لاحظ تخوف تحت اصبر بس لين يمسكونهم لا يمسك كل الفراس ما ترجهم في الرأل أهم شيء لا يجي راعي الولد راعي الحصان اللي لا فرصة فرص فرص الرجال. الآن لاحظ يا أبو ما لك مو بجايك شيء مجاك شيء أنا بفزع لك الفحل مو بجايك بس ها أي لاحظ متخوف تحت كيف أدانا تغيرت الآن هذا شوف أدانا كيف تغيرت وعينه تغيرت وضعه زين هلا
اصبر شوي خلي خلي جاي واحد. لا تروح هناك الفرس منطلقه يا ابو. راح 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 عند المجلس الان. بس بس خليه هو يروح بس عشان ما يخاف الصانه. ثم راح بتسويها يمين يسار عشان حق يمين يسار. الفكره طبعا الوضع مثالي ما توقع طبعا تكون بالشكل هذا، بس بما انها انت وصلت على شيء من التخويف ف الى الان ولا خوفه واضحه. طبعا هذا رب ضارتي النافعه اول مره اسويها. نعم يعني هذه ضاره نافعه. النقطه الاولى انها ميزه انها بالفعل شيء انجاز، بس بنفس الوقت عيب انك تبغاها تخاف عشان تعرف تردها. هذا لاحقين عليه، بس قصدي الفكره بحد ذاتها مقارنه بما كانت عليه وضع وضع خيالي يعني. احنا مصورينه اول يوم. نعم هذا بس عشان تلاحظ الفرق يعني. الان بتسوي نفس الفكره، انت سويت الحين انت مواجهه، لاحظ سويتها يمين يسار، بتسويها يمين جسمها ويسار جسمها. طبعا لو حاولت تفلت نفس الفكره، الان ما يقول انطلقي تحركي، ما يقول وقفي ثابت. طبعا هذا اللي بيخليه توقف من نفسه. يلا جرب. لا راح يسار. نعم اي نعم ممتاز. طب نعم فكنا مره. ارخى 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 مبوي. لا وقف 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 وطلعني وقف وطلعني. الفكره ان الحين حطيت الشيء مخيف وراء اذنها خوف. هنا بتعرف عرفت الفرس عدم دقتك شو راحت. شوف استمرت ليش؟ عرفت عدم الدقه. انت مفترض في وضعي استمر خوفه من المكان ده وتوقف. في وضعك ممكن تغثك من النقطه هذه. يوم حطيت القوره فوق طبعا طبيعي ما تسمع. قامت دارت محلها. عادي بس تعرف عدم دقتك مع الوقت. فانت المكان اللي وقفت فيه استمر عليه، المكان اللي ما وقفت فيه خل اجل شوي، في وضعي ما اجل طبعا. بس وضعك اجل. خوف مره ثانيه عشان ننهي على شيء جيد، بس لا تخوف عن الاذن. راح للقطات بس لا تودي راح انت راح خوفها عند القطات. بس لا تجيب القوره عند ذلك. ارفع يدك فوق 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 عادي فوق 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 فوق. شوف اذنك كيف اذنها ورا. اهم شيء لا تأجي بالموضوع عند اذنها عادي ما عليك. فوق فرح يمين الجهه الاخرى. طلعني وجهي طلعني يا احد. ليش ما خوفها عند اذانها؟ باختصار احنا نخوفها بعده اشياء عشان نبغاها تجيب عده نتائج. ما جابت الشيء اللي نبغاه بالضبط الا لما حطت القوره عند اذانها. طيب ليش اوقف؟ المفروض استمر في وضعي، المفروض استمر ما اوقف ابدا من خايفه. فوقف وقفت. لكن في وضعك اذا استمرت عرفت عدم دقتك. ثواني لاحظت شيء معين دافع عليها على طول، ممكن تعرف عدم دقتك. سوها يسار. فوق. والله مثالي. ها تعالي عندي شوي عطني اياها وخذ الكاميرا. بس بوصل لك الفكرة بشكل أخير عاد. خليك تزعي واضح. أنا بصحي على طول ثم ببالغ في التخويف. سلام شوي ظلام ظلام. راح للنور هنا. قصدي اللحظات كيف ضبطت الموضوع كان بالدقة فقط. مشت خطوتين وقفت. يعني محاولتها اللي مشت يعني يسارها. محاولتها اللي مشت قدام تسوت. صح. طيب لحظة. حجي. ايه هذا الفكره.
نفس الخطوات، بس الزبده انه انا اعرف انه محاولتها تروح قدام بتخليها تقريوس، عشان كذا بوخس على التقريوس عليك، ما راح قدام، حطها مره قدام ترجع مترين ورا. النقطه الثانيه ما خوفه يمين عشان ما تندفع جهتي، خوفه يسار عشان توخر عني، ما خوفه يمين عشان ما تندفع جهتي، ما ارد بشكل ابغاه، مع اني بدقتي تقدر بس مو بشكل ابغاه. تكرر نفس النقطه يمين يسار. يسار. انا اختصرت لك وقت باختصار بسبب الدقه، سويت نفس الاختبار، سويت نفس الدقه، فوق ذاك الاثنين اعطيك لنشات، يوم خوفتها يمين دارت عليك. ايه. ما تخاطر قبل طبعا شيء جيد، لا ما انطلقت قدام، ما سحبت عكس معك، شيء جيد، بس دارت عليك بقطعتها. يعني قطعت يعني اخذت لقطات مره. ممكن توقف وتلتفت عليه لكن تدور عليه دوران ممكن عدم دقه، مع انها احسن من الخطا. المقصد؟ ايه. كان نفس النقطه. شغلت؟ ايه نعم. هي قاعده ترجع ويد كتاب لان تبغى تروح قدام، ليش ترجع؟ لان تبغى تروح قدام. ايه الفكره انا اخذها في الداخل شوف ما اقدر اشوف طب ما اقدر انترول تروح نرجع ورا ولا توجه ورا وش تسوي؟ توجه تفهم الان لما فحدت هل عورها المقود؟ لا هل عورها ضروره؟ لا هل عورها الصوت؟ لا انطلق ليش؟